سلام سلام على أجل ناس رجال وإناس، أهلا بيكم في الحلقة 9 من مسلسل غابي موت. حلقة النهاردة من الحلقات المنتظرة بالنسبة لي، لأن أحداثها من نار حرفيا. عشان تفهم الأحداث روح شوف الحلقات اللي فاتت، سايبها لك في الوصف. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة لو أنتم مش مشتركين، وتتأكدوا أن أنتم مفعلين الجرس عشان أوصلكم كل الجمدان. ومن غير علامات استفهام خلينا نبدأ. في الفيديو اللي فات شفنا العركة القوية ما بين الأسايمون تنزا وأحد التنزا، وتضحية الجبارة اللي عملها عشان ينقذ المعلم بتاعه والبنت نورجي اللي بتحبه. وبعد ما التنزا خلص عليه قدروا الاتنين يهربوا. نرجع للأسايمون سانتا اللي بيدور في كل الكتب على معلومات عن الجزيرة والتنزا، ولكن من كمية المعلومات وتدخل الأحداث دماغه كانت هتنفجر من كمية المعلومات، وبتقول له ساكورا تقدر تستريح دلوقتي وكفايه ارهاق لحد كده، بس هو بيقول لها مش هنام الا وانا مخلص كل اللي ورايا. وما بيفوتش دقيقتين وبيكون صوت شخير مسمع في القريه كلها. مارو بيفتكر كلامه لما كان بيقول له الموضوع فعلا خطير، ولو ما فكرناش كويس قبل ما نعمل اي حاجه هنروح في داهيه، وصدقني لو التنس دول هم اللي بيحكموا الجزيره هيبقى شبه مستحيل ان احنا ندخل المنطقه بتاعتهم من غير ما نكون عاملين خطه. مارو فقد السيطره على نفسه وما بيقدرش يصبر اكتر من كده، وفعلا بيكون رايح يدور على الاكسير بنفسه ولوحده، بس لو لقاهم هيبقى هو ده مصيره الوحيد. الضباب بيكون عالي جدا لدرجه ان هو ما بيقدرش يشوف اي حاجه، بس بيفتكر كلام الوحش لما كان بيقول لهم ان هم هيمشوا من الجنوب عشان يوصلوا للقريه، فبيقرر يسمع كلامه ويمشي من الجنوب، وبالطريقه دي هيقدر يوصل لهواري، وهي دي منطقه منتصف الجزيره اللي بديهيا كده فيها الاكسير، وطبيعي التنسى هيكونوا موجودين. بس قبل ما ناخد اي خطوه تانية، تتوقع غبي مارو اول ما يوصل هيعمل ايه؟ هل هيلاقي الاكسير كده ويرجع بسلام، ولا يواجه التنسى ويقاتل يا ندمان؟ معروفه يعني مش محتاجة. وبالفعل بيوصل مارو قدام الجزيرة وبتكون مغطاة بالضباب، والغريب الأشجار دي بتكون بتعمل صوت وكأنها بتتكلم وشبه الوحش اللي قابلوه في القرية، بس هما ما بيتحركوش، وبيفكر يقرب منهم وبرضه ما بيتحركوش. يفتكر كلام التنسي لما قال له إنه من الخطر إنهم ياخدوا أي خطوة من غير ما يكونوا عارفين هما يعملوا إيه، ولكن مارو بيقرر إن هو يكمل في طريقه وما يستسلمش، وإنه لازم يلاقي الإكسير ده مهما كان التمن، لأن تفكير الأسايمون غير تفكير المجرمين أو النينجا، ومهما كان المكان ده خطير فده ما يمنعش ابدا ان انا ارجع ومعايا الاكسير، لان هو ده الخيار الوحيد اللي قدامي. في الجهه الثانيه بيكونوا قاعدين والوحش بيحكي لهم عن ان هوراي دي لسه جميله وزي ما هي، عكس خالص القريتين اللي اتدمروا بسبب الوحوش اللي موجودين، وهي دي فعلا شينسينكو والمكان اللي موجود فيه الاكسير. بيكون مارو وصل قدام بوابه باين عليها انها من صنع البشر، وبيقول في نفسه لو كان ده فعلا هوراي فاكيد الاكسير ورا البيبان دي، ولكن يا خطوه ما تمت. بيظهر ورات تنسى اللي قتل تنسى الحلقه اللي فاتت، بينصدموا هما الاثنين اول ما بيشوفوا بعض، خصوصا مارو لما بيشوفه بيقول ان هو شكله شكل الانسان ولكنه كائن غير كده خالص، وبيكون زعلان وبيقول له انتوا ليه دايما بتيجوا في الوقت اللي بكون انا فيه في خدمتي؟ بص ممكن تمشي دلوقتي على ما اخلص الشيفت بتاعي وهيجي مكاني مغفل تاني، وقتها بقى تبقى تعالى وهو هيتفهم معاك، بمعنى ان هو هيمسكه ويخلص عليه. غبي مار وقتها بيعرف ان هما بيحولوا البشر لاكسير الحياه، ساعتها هما الاثنين بيهجموا على بعض باقصى سرعه، وبيتفاجئ تنسى ان دراعه انكسر وما بيلحقش يعمل اي حاجه، وبيكون مارو كسر رقبته. مارو بيكون مستغرب جدا من سرعته ومهارته العاليه في القتال، لان ده عكس اللي كان متوقعه من شويه. قبل ما ناخد اي خطوه ثانيه، تتوقعوا مين اقوى، غبي مارو ولا تنسى الخالدين؟ مارو بيستخدم مهاره النينجستو اللي عنده بيولع في راسه، ولكن الوحش ما بيتاثرش بكل ده، وفي نفس اللحظه بيهجم على مارو وبيطيره في الحيطه، وبيكون مفكر ان هو كده قتله ولسه هيقضى علشان يعمل منه اكسير الحياه، ولكنه بينصدم لما بيلاقيه لسه عايش. ساعتها تنسى بيقول له انت قوي كده ليه؟ قابلت واحد زيك من شويه كان بنفس قوتك دي بس قتلته، انا ما قابلتش حد زيك كده من قرون. مارو بينصدم لما بيعرف ان هو عايش طول المده دي، وبيقول له فين الاكسير يلا، وبينزلوا طحن في بعض وشوف منين وانا دي. بس مارو عارف ان هو ولا نار ولا اسلحه هتحوق في جبتته، لان قوته البدنيه عاليه جدا، وبيقول انا لو فضلت في المعركه دي في النهايه انا اللي هخسر، لان انا اللي بستنزف قوتي، لانه خالد حتى اللهب ما بينفعش معاه، بس في حاجه انا لسه ما جربتهاش، وبيديله رجل في بطنه وبيطرشه دم حرفيا. الوحش مستغرب من اللي بيحصل، وبيطلع طاقه غريبه من ايده وبينزل على مارو باللكمات، ومش مدي مارو فرصه حتى ان هو يدافع. مارو بيعرف ان مفيش فايده من الدفاع ولازم يتفادى الضربات دي باي شكل. من الضرب بيكون خلاص هيغمى عليه، ولكن بيفتكر زوجته بيقدر يسترجع حماسه من تاني وبيتمالك قوته. ايا يكن اللي هيحصل رغما عن انف امك يا لنا اللي هاخد الاكسير يعني هاخده، وبيفضلوا يضربوا في بعض بقوه جنونيه، ومارو رافض الاستسلام. تعالى يالا انت عايزها مدعكه، بس لو اقدر اجدد نفسي زي ما هو بيعمل كنت هدمره قبل ما يفكر حتى. مارو بيفقد اعصابه من كميه الهجمات اللي بيواجهها التنسى، ما بيقدرش يستحمل ولا ملاحق يجدد نفسه. يا جدعان من سرعه مارو ايده ما بقتش واضحه،
وبالفعل بيقدر يدمر التنسا. وبيسأله المرة التانية فين الإكسير يالا، وقتها الوحش بيبدأ يطلع زهور من كل مكان لحد ما بيغطوا جسمه بالكامل وبيتحول لوحش مليان بالزهور. مارو بيقول في نفسه ايه يعني مش أول مرة واجه وحش في الجزيرة، لازم أركز وحدد الهجوم هيبقى فين علشان يرد الهجمة أقوى. ساعتها الوحش بيكون صاعقة كهربية شديدة جدا بتلزق مارو في الأرض، بيحاول يستخدم مهارة النينجستو ولكن مفيش طاقة في جسمه، بيفتكر كل اللي بيحصل معاه وكمية المخاطر والوحوش الغريبة اللي عمالة تقابله لدرجة ان هو بيفتكر نفسه في كابوس. ساعتها بيفتكر زوجته من تاني، بتقول انت كنت في احلام مزعجة جدا، بيقولها حتى لو معاكي ده كان حلم فانا مبسوط ان انا قابلتك واتكلمت معاكي، ما تزعليش مني لو ما قدرتش ارجع للبيت من تاني. بيفهم ان اللي هو فيه بيكون الوحش ماسكه ومدمره حرفيا. ساعتها بيفتكر كلام شيخ القرية لما كان بيقوله لو واجهت الموت قدام عينيك خلص كل قوتك اللي متبقية بحيث تاخد اكبر قدر من الاعداء اللي حواليك، لانك لو فعلا واجهت الموت جسمك هيتحول بشكل غير طبيعي علشان ياخد حياة الخصم معاك. مارو بيطلع كمية لهب غير طبيعية لدرجة ان هو بيحرق ايد الوحش وبيقع على الارض جثة هامدة. وقتها الوحش بيستعد للهجمة الاخيرة، ولكن البنت صغيرة بتيجي وبتكون جدار حاجز حوالين مارو وبتقدر تتصدى هجمة الوحش. في الجهة التانية بتكون ساكورا واللي معاها دوروا على مارو في كل مكان، ولكن ما يقدروش يوصلوا لاي حاجة بسبب الضباب. ساكورا عاوزة تدور على مارو باي طريقة، ولكن البنت يزورها بتقول لها يا دوبك كان مجرد بيساعدنا في القتال مش اكتر، انت ليه مهتمة كده؟ ثواني، مش غريب ان يكون في اسايمون عاوز يدور على المجرم بتاعه؟ المنطق بيقول عكس كده. الوحش بيقول لهم لو هتروحوا انا هاجي معاكم، لان ميهي مش موجودة هي كمان وظاهر ان هي راحت مع مارو. وبالفعل بياخدوا بعضهم وبيروح علشان يدور على مارو، وبيقولوا للوحش لو وصلنا لهناك التنسا هيكونوا موجودين. وقتها بيحكي لهم عن التنسا، التنسا دول 7 من النساك منهم رجالة وستات او من ده على ده مش فارقه كده كده ما هماش بشر، وبيكونوا قاعدين كلهم مع بعض عاملين قعده عرق. وبيجي كبيرهم وبيقول لهم البشر وصلوا للجزيره وشكلهم مختلف عن اللي قبليهم، عددهم صغير بس قوتهم ضحيه وحرفيا ممكن يعملونا بطاطس، كل ده بسبب الحيوان اللي بيحرس الشط اللي بغباس تهفئ البشر. انت فعلا صعبان عليا، وده بعد قتال مارو معاه امبارح بقى بطاطس وشكله بقى عجوز كحيان. الباقيين مش مصدقين انه بسبب بشري خلاه يستخدم تحول الكايشيكان بتاعه، التحول ده بيديله فرصه تانية للنجاح. بيقولوا له انت اتعاملت مع البشر اللي في الجزيره؟ قال له ايوه، موتتهم ورميتهم في الحفره وزمانهم بقوا شويه ورد دلوقتي. بيقول لهم انا مش عايزكم تستهينوا بيهم، لانه قتل وحش مستحيل ان بشر عادي يقتله، ولو فعلا بقى البشر اللي معاه اقوياء زيه فالموضوع هيبقى مأساوي وصعب جدا. وانت قتلت الراجل اللي خلاك تتحول التحول ده؟ بيقول له ايوه قتلته وعملت معاه الصح، دبكت بالابل. بيتحدوا كلهم وبيقولوا كده مفيش حد هيقدر يقف في طريقنا. وبنشوف التنس اول ما بيشرب من المشروب ده بيرجع لهيئته الطبيعيه من تاني، ومش محتاجه يعني باين قوي ان هو الاكسير. الوحش بيقول لساكورا هما ما كانوش 7، هما كانوا شخص واحد في الاساس وتعلم كل المهارات دي وتكرر 7 مرات، وما تسالونيش ازاي شبه بعض بس كل واحد بيقدم دور مختلف وهما 7 اللي بيحكموا الجزيره. بس الكلام ده من الخرافات اللي كنت بسمعها لما كنت صغير. بيسالوه كنت صغير ازاي؟ بيقول لهم لما كنت زيكم كل اللي في الجزيرة دول كانوا بشر في الأصل، كانوا بيعيشوا أعمارهم طويلة، كونوا كرة وازدهروا، بس لما كانوا بيموتوا ما كانوش بيتحللوا وكانوا بيتحولوا لشجر. هو ده اللي حصل لنا هنا. في الجهة التانية بيكون مارو صحي وبيعرف إن البنت هي اللي أنقذته. وقتها بيعرف مارو إن هما مش آلهة ولا حاجة، دول شوية وحوش عندهم قوة زيادة شوية، وعشان أحصل على الإكسير لازم إن أنا أنهي عليهم حرفيا، وطالما هما وحوش فأكيد في طريقة لقتلهم، بس لازمني خطة للكلام ده ويكون معايا شخص أو شخصين كمان. وبيتقابل مع مجرم المجرمين اللي معاه على الجزيرة، يا ترى ايه اللي هيواجههم الحلقة الجاية؟ كده كل حاجة وضحت، الباقي على الباقي، لأن شكلها كده هتولع يا أصدقائي، أكتر من كده أمال؟ هو أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ أتمنى يكون الفيديو عجبكم وعملتوا لايك، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتتأكدوا إن أنتم مفعلين الجرس علشان يوصلكم كل الجمدان. إلى هنا كان فيديو النهاردة، وبيس.